ثم قال يا أيها الذين آمنوا، أيضا خطاب، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إياكم أن تخونوا الله، إياكم أن تخونوا الرسول، إياكم أن تخونوا أماناتكم التي بينكم وبين الناس وأنتم تعلمون. وهذا فيه استثناء، وهو إن كنتم لا تعلمون فأنتم معذورون، إن وقعت منكم هذه الأخطاء دون علم فالله لا يؤاخذكم سبحانه وتعالى، وإنما يؤاخذكم إن كنتم تعلمون بهذه الخيانة، أما ما أخطأتم به فالله بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى يتجاوز جل وعلا. ولذا نص أهل العلم أنه لا تكتب السيئة إلا بشرطين اثنين، العلم والقصد، لا تكتب السيئة إلا بشرطين اثنين، العلم والقصد، أن يعلم الإنسان أن هذا حرام فيفعله، ثم أن يقصد فعله، لا أن يفعله مكرها أو بغير قصد، لا، وإنما العلم والقصد. وهنا الله تبارك يحذر المؤمن، يقول يا أيها الذين لا تخونوا الله في ترك ما أمر به أو التقصير في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كلهم من الخيانة، كلهم من الخيانة. وكذلك لا تخونوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ويذكر عن أبي لبابة ابن المنذر رضي الله عنه، وقد ذكره الزهري وهو مرسل لكن مشهور في كتب التفسير، يذكرونه في كتب السير، أنه لما خانت بنو قريظة النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، فمر عليهم أبو لبابة بن المنذر فقالوا له بماذا سيحكم فينا، فأشار الذبح، أشار إليهم إشارة الذبح، يعني ذابحكم ذابح. ثم شعر أبو لبابة بأنه خان الله والرسول، المفروض ما يقول لهم هذا الأمر، فندم، لكنه كما يقول لم يستطع أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطأ الذي وقع منه، فشعر بالندم ثم ذهب إلى المسجد وأمر بربطه على سارية من سوار، من هذه السارية العمود هذا، فربط على مو بهالمسجد، في المدينة، فأمر بربطه على سارية. طيب، قال ولا أخرج حتى يسامحني النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تركه، حتى مرت عليه أيام، قيل 7 أيام لم يأكل ولم يشرب وهو مربوط على هذه السارية، ينام وهو واقف وكذا. ثم بعد ذلك قال أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد عفى عنه سبحانه وتعالى، فقال لا أفك قيدي إلا أن يفك قيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أطمئن أن الرسول فعلا يعني سامحني وعفى عني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفك قيده صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا حديث مرسل من مراسيل الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، مراسيل الزهري ضعيفة لكن القصة مشهورة جدا. والأوضح منها والأصح قصة حاطب ابن أبي بلتعة، وهذه في الصحيحين البخاري ومسلم. حاطب ابن أبي بلتعة في فتح مكة، أو لما قصد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة لما خانت قريش ونقضت العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية، عزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، فأرسل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه رسالة إلى قريش يخبرهم فيها أن النبي سيغزو مكة، وأعطى هذه الرسالة مكتوبة، أعطاها لامرأة يقال لها سارة من أهل مكة كانت قادمة إلى المدينة، هي لا تقرأ ولا تكتب وإنما توصل الرسالة فقط. فانطلقت هذه المرأة وجاء جبريل إلى النبي
صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، قال اذهبوا إلى روضة خاخ وهي في الطريق بين مكة والمدينة، ستجدون فيها ضعينة، يعني امرأة معها كتاب من حاطب، فأحضروا هذا الكتاب الذي معها حتى لا يصل الخبر إلى أهل مكة. وفعلا أدركوها في روضة خاخ، فقالوا لها أعطينا الكتاب. قالت أي كتاب؟ قال الكتاب الذي أعطاك حاطب. قالت ما أعطاني شيئا. ففتشوا رحلها ما وجدوا شيئا، فقال لها علي رضي الله عنه والله ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لنا معها كتاب ما كذب علينا، والخبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء أن معك كتابا أيضا هذا ليس بكذب. ثم قال لها علي لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. نحن فتشنا تفتيشا ظاهريا، الآن تفتيش دقيق. لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. فلما رأت الجدة من علي رضي الله عنه قالت ابتعدوا عني، فكانت وضعته في شعرها، ففتحت يعني جدايلها شايفه شعرها مسويه كبه الظاهر ها زين، فاخرجت الكتاب واعطته لعلي، فاتى به علي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعى حاطبا ثم سلمه له قال ما هذا يا حاطب. فقال حاطب والله يا رسول الله يعني ما قصدت شيء إلا إني أعلم أن الله تبارك وتعالى سينفذ أمره وأن الله ناصرك، وأنا لم أكن من أهل مكة وأولادي هناك، فأردت أن تكون لي يد عندهم حتى لا يؤذوا أولادي وأهلي هناك. فقال عمر يا رسول الله نافق حاطب دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا من أهل بدر لكن زلت القدم. وفيه أنزل الله تبارك وتعالى سورة الممتحنة أنزلها في حاطب ابن أبي بلتعة وصنيعه ذلك. فالقصد أن الله تبارك وتعالى هنا يقول للمؤمنين يا أيها الذين لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، يعني بهذه الخيانة انتبهوا. والآن في زماننا هذا نجد أن الكثيرين منا يخونون أماناتهم، وهذه الأمانات إما أن تكون بيننا وبين الناس وإما أن تكون بيننا وبين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل وقاله متى الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فتضييع الأمانة دليل على قرب قيام الساعة والعياذ بالله. والآن لا شك أنه ضيعت في كثير من الأشياء. الآن نحن الآن هذه الأيام على يعني قرب الامتحانات، اختبار سواء في الجامعة أو في المدارس كذا امتحانات. كم مدرس يضيع الأمانة؟ كم مدير مدرسة يضيع الأمانة؟ كم مساعد مدير يضيع الأمانة؟ كم مسؤول يضيع الأمانة؟ كم طالب يضيع الأمانة؟ ما نخرج الطلبة من المشكلة هذه، يقول نحن مراهقون نحن شباب، لا بالغ مكلف، بالغ تدش النار وتدش الجنة بالغ، يعني الإسلام ما في مراهقين، في رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى احتلمت أنت رجل،
احترمتي أنت امرأة خلاص دخلت في الحسبة. يحدثني بعض المدرسين أن المدير المدرسة يقول غشش الطلاب ارفعوا درجاتهم، موظف في العمل يخون أمانته في العمل إما بسرقة وإما بتقصير وإما بإهمال وإما بتزوير، ما هذا؟ هذا كله خدش في الأمانة التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نحفظها. للأسف كثير من الناس اليوم ضيعوا هذه الأمانة التي أمر الله تبارك وتعالى بالتزامها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون حال خيانتكم.